بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. ونصف نهائي دوري المرتبط الأهلي والاتحاد، البداية أهلوية في التسجيل، أولى النقاط للنادي الأهلي. هنقول لحضراتكم التشكيل وبيعتذر عن التأخر. الحيازة في نادي الاتحاد، بداية الهجمة عند هشام عبد السلام اللي بيروح بالبيك أند رول، أولى نقاط النادي الاتحاد عن طريق احمد عصام، وادي فاص بريك لياسين عبده اللي بيوصل وبيروح لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام يحاول مع الكوره في الاخير تخبط في لاعب نادي الاتحاد رامي مجدي وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. عفوا احمد فادي هيطلع الاوت، اوت اهلاوي يسلم على طول لابراهيم، لاحمد فادي، ابراهيم في الدرايف بيلف وارتكز كده لكن في الاخير مخالفه المشي بالكره، ترافلين ووك على نادي الاهلي، اولى تيرن اوفر لنادي الاهلي. يوسف محمد في بدايه الهجمه نادي الاتحاد يسلم على طول وياخد الهاند اوف مع احمد عصام، يوسف في الدرايف 1 ان 1 يروح ويوصل يعلق الكره بالفلتر شوت لا ينجح في التسجيل. رامي مجدي سكند شانس لكن في الاخير ياسين عبده يرتكب فاول وخطا شخصي بالتو شوتس لصالح رامي مجدي. رميتين حرتين وتو شوتس لرامي مجدي لاعب نادي الاتحاد. اتنين اتنين بداية احداث الفترة الاولى او الكوارتر الاول في نصف نهائي دوري المرتبط الاهلي والاتحاد. فري ثرو اول غير ناجح لرامي مجدي، والفري ثرو الثاني حكام المباراه احمد شحاته وعبد العليم محمود كباتننا النهارده، وادي الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل يجعل المقدمه خضراء بفارق النقطه. محمد طارق خيري في بدايه الهجمه، خيري يلف ويرتكز كده من تمان نادي الاتحاد يسلم لابراهيم محمد، ابراهيم خد السكرين من ياسين عبده، ياسين تحت الباسكت لاحمد فادي بالباك سبين يروح بالباور لاب ما ينجحش في التسجيل، معاها على طول عمر عصام ينجح في السكند شانس وينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي، ورميتين حرتين لعمر عصام عبد الحميد. كابتن احمد شحاته وكابتن عبد العليم محمود اللي احتسب الخطا هو الكابتن احمد شحاته. فري ثرو اول ورميه حره اولى لعمر عصام على الفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني لعمر عصام لا يسجل ايضا، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر من عند احمد عصام اللي بدوره بيسلم ليوسف محمد في الاول ذا واي هاند اوف مع هشام لاحمد عصام مره ثانيه، عصام يلف ويرتكز يروح بالفيدوي ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد يجعل التقدم للاتحاد 5-2. ابراهيم محمد لياسين لكن في الاخير يرتكب معاه رامي فاول وخطا شخصي. اوتسايد اهلاوي، محمد طارق خيري هيطلع الاوت 8 دقائق 9 ثواني على انتهاء زمن الكورتر الاول. ياسين عبده يطلع كيك اوت لاحمد فادي هاني، احمد فادي على اوبن شوت 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول احمد عصام يسلم بدوره ليوسف محمد، يوسف يهدى على ملعبه ويلعب السيت بلاي على طول يسلم ليوسف هيثم، يوسف هيثم مره ثانيه لرامي مجدي، رامي ديفنس قوي من ابراهيم حاول يعدي رامي اخر 7 ثواني في زمن الهجمه، الكره مع يوسف يسلم البيز لاين ليوسف مره ثانيه يطلع رامي مجدي في الكيك اوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. احمد فادي هاني تقطع منه كده وتروح لرامي هاني اللي بيعمل ستيل، رامي مجدي اللي بيعمل ستيل ويسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. 5 نقاط هو الفارق لصالح الاتحاد. محمد خيري يسلم لابراهيم لياسين عبده في الميدل السكرينات هندوف على طول مع خيري لكن في الاخير تقطع وتعمل للسيل من يوسف هيثم في ال1 اون 1 لكن يهدى على ملعبه كده وتوقف الفاص بريك. يبدا الهجمه مره ثانيه يوسف محمد لكن الاوت اوف باوند كده او الووكن تيرن اوفر على نادي الاتحاد. فكر حضراتكم المباراه الاولى انتهت بنتيجه 79-57 اللي اقيمت يوم الثلاثاء واذعناها على حضراتكم في قناة النادي الأهلي زي النهاردة إن شاء الله بعد هذه المباراة يعقبها الساعة الثامنة مباراة الأهلي والاتحاد للكبار. ياسين عبده والدرايف في الباك سبين لا ينجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول عن طريق يوسف هيثم، يوسف
لا زالت الكره معه والهجمه لنادي الاتحاد. الهاند اوف على طول مع يوسف محمد. يوسف هيثم مره ثانيه في الدرايف من البيز لاين، راح واحد على واحد يوصل لكن لا ينجح في التسجيل. يوسف عبد ياسين عبده ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يهدى على ملعبه ويسلم محمد خيري. خيري في الوان ان وان، خيري السكيب باس على طول لابراهيم محمد. ابراهيم في الوان ان وان راح وصل بيمين ولا اروع ولا اجمل ولا احلى من ابراهيم محمد، ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. ده الفارق الى فرق النقطه 6 الاهلي 7 الاتحاد. يا احمد عصام الهاند اوف على طول مع يوسف هيثم، يسلم ليوسف محمد لكن في الاخير تخبط الكره في ايد محمد خيري وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد للاتحاد. ست دقائق 7 ثواني على انتهاء احداث وعمر الكوارتر الاول. اوتسايد للاخضر الاتحاد. يوسف هيثم هيطلع الاوت، يسلم ليوسف محمد قبل الثواني الاخيره على الاوبن شوت ميديا 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل. رامي يروح على طول بالباك سبين لا ينجح في التسجيل. احمد عصام باك ليا بينجح في التسجيل في السكند شانس او المتابعه الهجوميه، ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد، يوسع الفارق الى 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد. محمد خيري في بدايه الهجمه في الدرايف واحد على واحد يقف على الميديا بشوط عالي لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول احمد عصام يبدا الهجمه. احمد عصام يروح في السيت بلاي على طول يسلم ليوسف محمد لاحمد عصام مره ثانيه، هاند اوف على طول مع هشام تحت الباسكت. رامي يروح على الباسكت لا ينجح في التسجيل، سكند شانس ثاني عنده لكن لا ينجح ايضا في التسجيل. دفاع قوي من النادي الاهلي، في الاخير ينجح النادي الاهلي في الحصول على الكره. فص بريك سريع ياسين عبده يروح بالباور لاب ما ينجحش في التسجيل. احمد فادي هاني تراي مره ثانيه لكن في الاخير هنا في ايه؟ قرار ايه؟ قرار الكرة على النادي الاهلي. الكابتن عبد العليم محمود يقول الكرة على النادي الاهلي. اوتسايد للاتحاد في بداية الهجمة. يوسف هيثم، يوسف في الميدل كده يوسع يسلم لاحمد عصام اللي بيلعب واحد على واحد بالباك بيفوت يروح بالفيدوي ما ينجحش بالتسجيل. محمد خيري على طول ديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه في الفص بريك، يقلب الملعب على طول لاحمد فادي هاني قطع له عصام حلوه قوي ينجح في تسجيل نقطتين. فادي هاني اسيست عمر عصام تسجيل نقطتين كمان 2 بوينت جديده للنادي الاهلي، ده الفارق الى نقطتين لصالح نادي الاتحاد. رامي مجدي لسه رامي مع الكوره يسلم على طول لهشام عبد السلام. هشام ياخد السكرين يعدي في الوان ان وان يوصل في الباور لاب ما ينجحش في التسجيل. ياسين عبده ديفنسيف ريباوند وفص بريك لابراهيم ينجح في التعادل. تعادل النادي الاهلي مع نادي الاتحاد بعد ديفنسيف ريباوند ولا اروع من ياسين عبده. هيزل نادي الاتحاد. يوسف هيثم درايف واحد على واحد يروح في الاولز اواي ما ينجحش في التسجيل لكن الكره على طول توصل لاحمد عصام اللي بيروح وبيسجل نقطتين عن طريق الدنك، يوسع الفارق الى نقطتين لصالح نادي الاتحاد. لازم اللعيبه تروح على الريباوند اسرع من كده. ياسين عبده الهاند اوف مع احمد فادي. فادي يعلق العصام في البيك اند رول، عصام يروح لكن في الباك لياب ما ينجحش في التسجيل. كابتن عبد العليم محمود يحتسب فاول وخطا شخصي على احمد عصام. شوفه مره ثانيه بيك اند رول روعه وصل عمر عصام تم اعتراضه من احمد عصام. رميتين وتو شوتس لصالح عمر عصام عبد الحميد. خرج ابراهيم محمد من النادي الاهلي، نزل عمر موفق، شوف مين ثاني خارج. ياسين عبده يخرج ايضا، نزل مكانه عمرو انيس لاعب النادي الاهلي. اعتقد ياسين عبده في اصابه كده في فمه. سلامات ياسين. عمر عصام والفري ثرو الاول لا يسجل. عمر عصام فري ثرو ثاني ينجح في التسجيل. بداية الفرق الى نقطه واحده 10-11 لصالح نادي الاتحاد. يوسف محمد يسلم لاحمد عصام واحد من نجوم نادي الاتحاد. ادي هنا هشام يروح بالدرايف لكن عمرو انيس يرتكب معاه فاول وخطا شخصي والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 3 دقائق 38 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول، تقدم نادي الاتحاد بفارق النقطه. يخرج احمد عصام ينزل مكانه امير مجدي.
لاعب نادي الاتحاد رقم 11. يستلم امير، يسلم على طول بدوره في الميدل للبوينت جارد يوسف محمد، يقلب الملعب على طول على الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في التسجيل. لاعب نادي الاتحاد هشام عبد السلام رقم 6 على طول يبدا الهجمه عن طريق محمد خيري لعمر موفق. هاند اوف مع عمرو انيس، عمرو انيس يروح بالبيك اند رول علق لعمر عصام، عمر عصام يروح على الباسكت ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على امير مجدي رقم 11. امير مجدي فاول وخطا شخصي والتو شوتس لعمر عصام. فري ثرو اول لعمر عصام عبد الحميد. والده كان لاعب النادي الاهلي في الدرجه الاولى في جيل كابتن طارق خيري وكابتن شريف علي وكابتن اسلام علي. فري ثرو اول ناجح لعمر عصام. فري ثرو ثاني لعمر عصام لا يسجل، نجح في الاولى واخفق في الثانيه، لكن في الاخير عمر موفق يرتكب فاول وخطا شخصي طبقا لاشاره كابتن عبد العال. 3 دقائق و14 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول سيمي فاينل دوري المرتبط الاهلي والاتحاد. بدايه الهجمه عند يوسف محمد، يوسف يتولى الكابتن في المان تو مان على طول محمد خيري، يعدي ويروح بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد. 16-11 خمس نقاط ارتفع الفارق لصالح نادي الاتحاد. يستلم عمر موفق، يسلم محمد خيري، خيري في الستيب باك وينجح في تسجيل ثلاث نقاط ولا اروع، يضيع محمد خيري الفارق الى فرق نقطتين مره ثانيه بعد 3 بوينت بالستيب باك كده خطوه لورا وينجح في تسجيل ثلاث نقاط. من تو من لازال النادي الاهلي، عدى يوسف محمد يقف ويروح بالفلوتر شوت المره دي لا ينجح في التسجيل، يلم على طول امير مجدي بالفيداوي يشوط لكن لا ينجح ايضا في التسجيل. محمد خيري في الديفنسيف ريباوند ويعدي على طول للسيت بلاي يبتدي يلعب. لسه محمد خيري 2:19 ثانيه لاحمد فادي هاني، هاند اوف مع محمد خيري مره ثانيه بيك اند رول هنشوفها المره الثالثه. قلب الاسكيب باص على طول عمرو انيس في الدرايف، عمرو انيس اكسترا باص لمحمد خيري يقف ويشوط احمد فادي على 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل. عمر موفق ينجح في الاوفنسيف ريباوند لكن يخفق في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق يوسف محمد في بدايه الهجمه. يوسف يسلم على طول ليحيى اكرم اللي لسه نازل، رامي مجدي يقلب الملعب لكن هنا تيرن اوفر وباد باص من هشام عبد السلام وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تغييرين في صفوف نادي الاتحاد، يرجع يوسف هيثم مره ثانيه ومعاه محمد عبد الرحمن محمد بدلا من يوسف محمد رقم 10 ورامي مجدي رقم 1. اخر دقيقه 45 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. يضغط نادي الاتحاد، يحيى اكرم يضغط على محمد طارق خيري، خيري في البوينت جارد او مركز صانع الالعاب يسلم على طول عمر حاتم اللي لسه نازل، هاند اوف مع عمر موفق وعمر حاتم مره ثانيه. عمر موفق لعمر حاتم، حاتم في الدرايف واحد على واحد لكن في الاخير في فاول وخطا شخصي يحتسبه الكابتن احمد شحاته. شوف كده دراولي يا باشا ما تمام، فاول على رقم 7 مهاب رفعت والرميتين لصالح عمر حاتم. عمر حاتم والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، ده الفرق الى نقطة وحيدة. فري ثرو تاني لعمر حاتم ينجح ايضا في التسجيل. يضغط عمر حاتم على يوسف هيثم زون ديفنس النادي الاهلي 2-3. يوسف يسلم على هاي بوست لعبد الرحمن يطلع كيك اوت على طول ليحيى اكرم، يحيى اكرم ليوسف هيثم مرة تانية اللي بيعمل الدرايف تحت الباسكت ويسلم على طول لامير مجدي في الباك ليه بينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. يوسع الفرق الى نقطتين مره ثانيه 18-16. محمد خيري والهاند اوف مع عمر حاتم مره ثانيه مع عمر موفق، عمر حاتم استنى السكرين من عمر، عدى راح في البيك اند رول سيطر عليها عمر عصام والفيداوي ينجح او الهوك ينجح في تسجيل نقطتين كمان ياتي معهم بالتعادل مره اخرى ما بين الاهلي والاتحاد 18-18. يستلم على طول مهاب رفعت بثري بوينت سريع يرد بثلاث نقاط كمان لصالح نادي الاتحاد. واضح ان احنا هنشوف مباراة مثيرة، مباراة ممتعة
عمر موفق هاند اوف مع عمرو، مع عمر حاتم، ياخد السكرين كده ويعدي، لسه الكره معاه، يسلم لعمر انيس، عمرو انيس ال1 ان 1 رد بالثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول مع عمر عصام ينجح في الحصول على السكند شانس، وادي عمر موفق بالتو بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، صراع على الكره ينتهي في الاخير عند مهاب رفعت، يسلم بدوره الى يوسف هيثم يقلب الملعب لعبد الرحمن على الميديا بشوت، ما ينجحش في التسجيل، يزق كده اللاعب رقم 11 امير مجدي وحاول معاه مره ثانيه لكن على طول تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم نادي الاتحاد 21-18. استراحه اعزائي المشاهدين، ما بين احداث الكوارتر الاول نعود فيها اليكم سريعا بعد الاستراحه. رجعنا ثاني اعزائي المشاهدين لبدايه واحداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني ما بين الاهلي والاتحاد سيمي فاينل دوري المرتبط موسم 23-24. تشكيل النادي الاهلي سريعا، انس عبد المطلب، محمد طارق خيري، عمر موفق، علي حامد، محمد عمار، عمر حاتم، عمرو انيس، ياسين عبدو، احمد فادي، ابراهيم محمد، يوسف عبد الهادي، وعمر عصام، القاده الفنيه للكوتش محمد اشرف، ومعه هو الكابتن احمد حسب النبي، كابتن مودي الجرحي، مدير اداره القطاع ونائب مدير القطاع، وايضا الكابتن كريم ضيف نائب القطاع، كابتن فؤاد احمد اداري، كابتن مروان عادل مخطط احمال، كابتن شريف رشيد طبيب. اما نادي الاتحاد اليوم ادهم جمال، رامي مجدي، هشام عبد السلام، يوسف هيثم، يحيى اكرم، يوسف محمد، امير مجدي، ياسر محمد، حمزه شريف، مهاب رفعت، عبد الرحمن محمد، احمد عصام، القاده الفنيه للكوتش هشام سعيد مدير فني، ويعاونه كابتن ياسر سعيد مدرب مساعد. انتهت احداث الكوارتر الاول 21-18 لصالح نادي الاتحاد. لستارت اللاين اب للنادي الاهلي، عمر عصام، عمر موفق، احمد فادي هاني، ياسين عبده عودوا لارض الملعب مره ثانيه، وعمر حاتم، ده الستارت اللاين اب اللي بدا بيه كوتش محمد اشرف. الحيازه لصالح نادي الاتحاد. يوسف هيثم الهاند اوف مع عبد الرحمن، يسلم مره ثانيه ليحيى اكرم، الهاند اوف باصات سريعه في البيس لاين كده في غفله دفاعيه اهلاويه، لكن هنا البلوك من ياسين عبده ولا اروع، عمر عصام ينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد فادي هاني. يسلم لعمر عصام مره ثانيه. يقلب الملعب لياسين عبده، واحد من نجوم النادي الاهلي مع محمد طارق خيري. لسه لكن في الاخير يتعمل معاه الستيل وينجح يحيى اكرم في الحصول على الكره، يسلم على طول لمهاب رفعت على الثري بوينت، لكن ياسين عبده ديفنسيف ريباوند حاضر على طول، ياسين في الاول زاويه، ياسين اهدى ياسين، تتقطع منه مره ثانيه. يسلم على طول يحيى اكرم، او عفوا يوسف هيثم، الهاند اوف مع عبد الرحمن ليحيى اكرم، خلي بالنا من البيز لاين، السكرين على طول من امير مجدي، يقف على الاوبن شوت لكن يتراجع عن موقفه ويسلم عبد الرحمن في ال1 ان 1 اقل من 5 ثواني، يروح بشماله لا ينجح في التسجيل، يلم عمر حاتم ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يقلب الملعب على طول لاحمد فادي هاني، لعمر حاتم مره ثانيه على الاوبن شوت لكن هوش كده ودخل، تتقطع منه تروح على طول ليحيى اكرم. سلامات يا يحيى، استلم على طول يوسف هيثم، طلع كيك اوت على طول على الثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، لاعب نادي الاتحاد تخبط كده في يحيى في امير مجدي وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. لم يفتتح ايا من الفريقين نقاط احداث الكوارتر الثاني. في بدايه الهجمه احمد فادي هاني في مركز صانع الالعاب او البوينت جارد، يسلم لياسين عبده بالسكرين، يقلب للملعب على طول لاحمد فادي، فادي في البيك اند رول مع عمر موفق، عمر في البنتريشن تروح على طول لياسين عبدو على الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع، ياتي معها بالتعادل ياسين عبدو، ثلاث نقاط ياتي معها بالتعادل 21-21. الاهلي زون ديفنس 2-3. يحيى اكرم يسلم لعبد الرحمن على الهاي بوست، حاول يلعب 1 ان 1 بشماله يوصل يروح لكن لا ينجح في التسجيل، سكند شانس حاضر على طول عند امير مجدي اللي ينجح في التسجيل بعد عدم تحجيز كده من عمر عصام، ونقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد. عمر حاتم مان تو مان نادي الاتحاد، زون ديفنس عفوا نادي الاتحاد 2-3. احمد فادي هاني يطلع على طول عمر موفق لاحمد فادي هاني في البيس لاين على الاوبن شوت، احمد فادي هاني ب 3 بوينت ولا اروع كمان مره، ثلاث محاولتين للنادي الاهلي، واحده لياسين واحده لاحمد فادي، ينجح في التسجيل ويجعل التقدم بفارق النقطه للصالح الاهلي والاهلاويه. عبد الرحمن تحت الباسكت، امير مجدي يروح بشماله ما ينجحش في التسجيل، عمر عصام المره دي ينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد فادي هاني.
يقلب على طول لياسين عبده، ياسين على اوبن شوت للمره الثانيه لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول مع عمر موفق في الاخير تصل الى امير مجدي، امير في بدايه الهجمه مع يوسف هيثم ينجح. عبد الرحمن يهوش على الفيسبوك على عفوا على الهاي بوست لكن في الاخير يحصل على فاول وخطا شخصي على عمر عصام عبد الحميد. عمر عصام خطا شخصي، وعبد الرحمن لاعب نادي الاتحاد تو شوتس. ادي الثلاثيه او 3 بوينت اللي سجلها احمد فادي هاني، وفري ثرو اول لصالح ياسين او عفوا عبد الرحمن. فري ثرو اول غير ناجح. فري ثرو ثاني ينجح في التسجيل، يجعل التقدم والرجوع الى نقطة الصفر مرة ثانية. 6 دقائق 59 ثانية متبقعة على انتهاء احداث الكوارتر الاول. يعود مرة ثانية رامي مجدي الى ارض الملعب بدل من عبد الرحمن، ويوسف هائب ويحيى اكرم ايضا يخرج في تغيير جري كوتش ياسر سعيد. يا احمد فادي هاني يسلم على طول عمر حاتم، يقلب الملعب ياسين عبده تحت الباسكت كده مستني اللي قاطع. عمر عصام يقلب الملعب مرة ثانية في السكيب باس عند عمر حاتم في الدرايف واحد على واحد يوصل يروح، لكن في الاخير يتم اعتراضه بفاول وخطا شخصي عشان يحصل النادي الاهلي على فاول اخر. تو شوتس طبقا لتعليمات كوتش احمد شحاته او كابتن احمد شحاته حكم اللقاء. تو شوتس ورميتين حرتين. فري ثرو اول لعمر حاتم ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني او رميه حره تانيه لا يسجل. ديفنسيف ريباوند على طول عند امير مجدي ودوره يسلم الى يوسف محمد اللي عاد ارض الملعب بدلا من يحيى اكرم. يوسف يروح على التراي باسكت لكن في الاخير يعترضه عمر حاتم بفاول وخطا شخصي لصالح نادي الاتحاد. فري ثرو اول ورمية حرة اولى يوسف محمد على التنفيذ لا يسجل. 6 دقائق 30 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تقدم النادي الاهلي بفارق النقطة. فري ثرو ثاني ليوسف ينجح في التسجيل. ياتي معها التعادل على طول. يبدا الهجمة احمد فادي هاني. احمد فادي عدى في السيت بلاي سلم لياسين يقلب الملعب على طول لعمر حاتم. بساط سريع عند النادي الاهلي لعمر عصام طلع كيك اوت لياسين. ياسين في الدرايف والاختراقات يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. تروح الكرة على طول لنادي الاتحاد عن طريق هشام عبد السلام يقلب الملعب لكن في مخالفة المشي بالكرة او ووك يحتسبه الكابتن عبد العليم محمود والاوتسايد وترن اوفر لصالح النادي الاهلي. محمد خيري يعود تاني الى ارض الملعب. هنشوف بدل من مين؟ بدل من ياسين. احمد فادي هاني في بداية الهجمة. لعمر حاتم مان تو مان نادي الاتحاد. عمر حاتم ياخد السكرين يقلب لفادي، فادي في البيك اند رول مع عمر موفق، عمر في الدرايف واحد على واحد يلف ويرتكز يطلع احمد فادي مرة ثانية، فادي على الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع ولا اجمل. ثاني الثلاثيات لاحمد فادي هاني، واحدة من البيز لاين واحدة من الميدل على طول يجعل التقدم لصالح النادي الاهلي بفارق الثلاث نقاط. مهاب رفعت يسلم على طول الهاند اوف مع يوسف محمد. يوسف لسه يوسف مع الكرة ياخد سكرين من رامي مجدي او من امير مجدي عفوا. يروح يوسف لكن ما ينجحش في التسجيل. عمر حاتم ديفنسيف ريباوند ويسلم لمحمد خيري. محمد خيري في بدايه الهجمه في الاول زاوية يعلق لعمر عصام. عمر من البيز لاين يروح يوصل لكن ما ينجحش في التسجيل. موفق سكند شانس روعه الروعه ينجح في تسجيل نقطتين. عمر موفق عشان على طول تاتي معها صافره تايم اوت للكوتش هشام سعيد والكوتش ياسر مبارك عشان ايقاف تقدم نادي الاتحاد. خمس نقاط هو الفارق عزيزي المشاهد في سيمي فاينال دوري المرتبط الاهلي والاتحاد. اذكر حضراتكم الساعه 8 ان شاء الله
موعد انطلاق المباراة الثانية ما بين الأهلي والاتحاد قبلها بإذن الله 7:30، واحدة من أقوى الاستوديوهات بقيادة الكابتن هيثم السعيد، وإن شاء الله ضيوفه هيبقوا الكابتن هيثم، كابتن نبيل بخيت، والكابتن محمد سلعوة. نستمتع نسمع التعليمات ونستمتع بالإعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه المدير الفني لنادي الاتحاد كابتن هشام سعيد. نعود للمباراه مره ثانيه، انتصاف احداث الكوارتر الثاني، تقدم النادي الاهلي بنتيجه 30-25، 5 نقاط هو الفارق. يتم تغيير انس عبد المطلب او انس طلبه بدلا من عمر عصام عبد الحميد، ده التغيير اللي يجريه كوتش اشرف، والضغط اهلاوي. يوسف محمد في بدايه الهجمه، يسلم على طول لاحمد عصام اللي عدى لارض الملعب مره ثانيه في تغيير جري نادي الاتحاد. يوسف محمد ما زال النادي الاهلي مان تو مان. ليه يحيى اكرم اللي عدى ايضا الى ارض الملعب. احمد عصام ياخد سكرين ويعدي. مهاب رفعت يسلم لرامي مجدي في الاوبن شوت، رامي قبل الثواني الاخيره مع البازر بيتر ينجح في تسجيل 3 نقاط، يضيق الفارق الى نقطتين لصالح النادي الاهلي. محمد خيري في بدايه الهجمه يسلم على طول لاحمد فادي. فادي لعمر حاتم، بساط سريعه من النادي الاهلي تنتهي عند فادي، مان تو مان نادي الاتحاد. دفاعات على محمد خيري، يتم عزله كده في الوان بوكس او السكيب باس على طول عند احمد فادي. احمد فادي على 3 بوينت لا ينجح في التسجيل مع البازر بيتر، على طول يلم يوسف محمد من نادي الاتحاد، يروح في الاول زاويه يوسف، يروح وصل لكن في الاخير لا ينجح في التسجيل، على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند محمد خيري في الاول زاويه. محمد يهدى على ملعبه ويسلم على طول عمر موفق، عمر موفق ينهي الهجمه بدنك ولا اروع، ثاني الدنكات لعمر، الدنك الاول في المباراه الاولى والدنك الثاني في المباراه الثانيه، عمر موفق. شوف الهجمه من اولها على طول اسيست من احمد فادي هاني، ما طمعش في الكوره، سلم للراجل عمر موفق اللي جاي من البيز لاين على طول يختمها بدنك، ما فيش اروع من كده، ما فيش اجمل من كده. على طول الكوره عند نادي الاتحاد، احمد عصامي طلع كيك اوت على طول لمهاب رفعت في الدرايف 1 1، راح وصل نجح في تسجيل نقطتين، نقطتين كمان يضيق الفارق الى 32-30، فرق النقطتين لصالح نادي الاهلي. محمد خيري واحد على واحد لكن في الاخير يتم اعتراضه بفاول وخطا شخصي على يحيى اكرم رقم 9 اوتسايد للاهلي والاهلاويه. ده اوتسايد اهلاوي، طلع محمد خيري سلم لعمر حاتم، حاتم يروح كده يعمل سكرين عمر موفق لمحمد خيري اللي بيهوش حلو قوي وبيوصل ويروح لكن بالشمال، يتم اعتراضه تخبط في محمد خيري وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 3 دقائق 15 ثانية اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الثاني والفتره الثانيه، اوتسايد للاتحاد. يستلم احمد عصام على طول، يبدا الهجمه من نادي الاتحاد، مان تو مان لازال النادي الاهلي، احمد عصام لكن في الاخير يعترض بفاول وخطا شخصي، عمر موفق لصالح احمد عصام، اوتسايد للاتحاد. في تغيير، عمر موفق يخرج من الاهلي ينزل مكانه ويعود ارض الملعب مره ثانيه عمر عصام عبد الحميد اللي يتولى رقابه احمد عصام. على طول الكرة كده
يلحق بالترن اوفر، لا ما لحقش، والباك زون وترن اوفر على نادي الاتحاد على طول. انتقال الكره من المنطقه الاماميه للمنطقه الخلفيه، اذا فهي مخالفه الباك زون. محمد خيري هيطلع لاوت، يسلم على طول لعمر حاتم، سكرين من عمر عصام لعمر حاتم في الكيك اوت على طول لاحمد فادي من البيس داين، يقف احمد فادي بالميديم شوت شوت ونجح في تسجيل نقطتين على الفارق الى 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. يوسف محمد يبدا الهجمه، نادي الاتحاد يسلم لاحمد عصام، الهاند اوف لا، احمد عصام قرر ان هو يروح ويسلم لرامي مجدي تحت الباسكت، رامي في الوان ان وان قرر على الميديم شوت شوت نجح في تسجيل نقطتين. رامي مجدي رقم واحد، واحده ثلاثيه مع البازر بيتر، وادي ترن اوفر على محمد خيري، توصل لاحمد عصام اللي بيروح على الباسكت ما ينجحش في التسجيل، تراي مره ثانيه في الاخير احمد فادي هنا يحسم الجدل ويحسم الريباوند للديفنسيف ريباوند لصالح النادي الاهلي، يلم على طول ويسلم لمحمد خيري، خيري عدى قبل الثمان ثواني، يسلم لاحمد فادي، فادي بالسكرين او الهاند اوف مع عمر حاتم، عمر حاتم في الدرايف واحد على واحد راح وصل لكن في الاخير تم، لا الكره طلعت اوت سايد، خبطت في لاعب نادي الاتحاد وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. وهاب رفعت بيقول للعيبه الاتحاد مان تو مان. لسه الكره مع الاهلي، طلع قبل الخمس ثواني طلع فعلا، راح احمد فادي يسلم لعمر عصام اللي بيشوط من ميديم لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول يوسف محمد من نادي الاتحاد، عدي يوسف تم تعطيل للفاست بريك عن طريق لاعبي النادي الاهلي، تسلم يوسف مره ثانيه، يوسف لاحمد عصام يتولى كابتن انس صلبه او انس عبد المطلب، حاول معاه كده حاول يخطف الكوره، يسلم في الاخير الى يحيى اكرم لاحمد عصام مره ثانيه تحت الباسكت، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمر حاتم رقم 23. كان في ميس ماتش كده، يعني ايه ميس ماتش يا كابتن احمد؟ يعني البوينت اللعيب طويل اللي هو من السنتر او البيفوتات اللي تحت الباسكت يتولى رقبته لاعب اقصر منه، وادي 3 بوينت من احمد عصام، لكن انا الصلبه في الديفنسيف ريباوند، يلم بعد ما اخفق احمد عصام يسلم على طول لعمر حاتم، يبدا النادي الاهلي الهجمه مره ثانيه. رقابه صارمه على محمد خيري عن طريق يحيى اكرم. عمر حاتم في الدرايف واحد على واحد لكن في الاخير يتم اعتراضه بخطا وفاول على مهاب رفعت اللي قدام حضراتكم. خطا شخصي وفاول على مهاب رفعت. عوده ابراهيم محمد مره ثانيه بدل من عمر حاتم. وخرج مهاب رفعت ونزل يوسف هيثم اللي قدام حضراتكم. اوتسايد اهلاوي انس طلبه هيطلع الاوت. دي 24 سنه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تقدم النادي الاهلي بفارق نقطتين. انس عبد المطلب اوبن شوت على 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل، يلم احمد فادي هاني لكن تقع من ايده كده وتروح ليوسف محمد. يوسف يسلم لاحمد عصام، احمد عصام واحد على واحد مع عمر عصام يلف ويرتكز بالسيم هوك يروح لكن لا ينجح في التسجيل. محمد خيري على طول ديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه خيري، لسه خيري البيك اند رول روعه مع عمر عصام، اطلع يا عمر سجل يا عمر هات الاند وان يا عمر، نجح في تسجيل نقطتين عمر عصام بعد بيك اند رول روعه الروعه من محمد خيري واسيست من محمد خيري على طول ينجح في الحصول على الاند وان وقبلها يسجل النقطتين. نقطتين جداد لعمر عصام عبد الحميد ينجح في تسجيلهم وتوسعه الفارق الى 4 نقاط، يتبقى 56 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عمر عصام في الاند وان ينجح في التسجيل. في صافرة. تغيير ام تايم اوت؟ اعتقد تغيير. يبدا نادي الاتحاد الهجمة. امير مجدي يعود لارض الملعب، يوسف هيثم. الهاند اوف على طول مع يحيى اكرم. يقلب الملعب على طول رامي مجدي، رامي في الاوبن شوت 3 بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل هذه المرة، يلم على طول محمد خيري في الديفنسيف ريباوند، يروح محمد خيري. يبدا الهجمه بسرعه. لسه خيري ياخد سكرين من عمر عصام. يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لاحمد فادي، فادي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما تجيش محمد خيري اوفنسيف ريباوند ولا اروع. يبدا تاني معاه الهجمه وزمن الهجمه 14 ثانيه. خيري اوبن شوت خيري 3 بوينت خيري لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول يوسف محمد، يوسف في ال1 ان 1 يعدي لسه يوسف.
متبقى 10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. يحيى اكرم يسلم لا رامي مجدي عايز يشوط شاط فعلا 3 بوينت لكن اير بول والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تايم اوت تايم اوت مظبوط تايم اوت. تعال نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه نادي الاتحاد. كوتش هشام سعيد هو اللي طلب اعتقد اللي طلب التايم اوت ده كوتش محمد اشرف. ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه تعتمد على اللونج باص او الفاص بريك السريع لازم يتقال لان الكره هتطلع من تحت باسكت لعيب النادي الاهلي تقريبا ما فيش وقت لازم تتنقل بسرعه جدا. هنشوف دلوقتي التعليمات اللي اعطاها الكابتن محمد اشرف للاعبينه ده اللي هنشوفه دلوقتي. أنا الصلب هو اللي هيطلع الاوت. عمر حاتم يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. احمد فادي هاني فادي شوت لكن في الاخير تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 37-32. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث نعود اليها فيكم سريعا في بدايه احداث الكوارتر الثالث. اعزائي المشاهدين الى اللقاء في بدايه احداث الكوارتر الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان معلقكم الرياضي أحمد مناع وعدنا إليكم مرة ثانية في نصف نهائي دوري المرتبط الأهلي المارد الأحمر والاتحاد زعيم الصغر. انتهت أحداث الفترة الأولى والكوارتر الأول بتقدم الاتحاد فرق الثلاث نقاط 21-18. عودة للنادي الأهلي في بداية أحداث الكوارتر الثاني بثلاثيتين واحدة لياسين عبده ثم الأخرى لأحمد فادي هاني وسع الفارق إلى خمس نقاط انهى بهم النادي الاهلي او شباب النادي الاهلي احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. التعليمات الاخيره من الكوتش محمد اشرف توفيق. انتهت احداث الكوارتر المباراه الاولى كانت يوم الثلاثاء وزعناها على حضراتكم بنتيجه 79 الاهلي 57 الاتحاد. بدايه احداث الفتره الثانيه لا تنسوا متابعه قناه الاهلي قناتكم المفضله للاستوديو التحليلي هو الاقوى بقياده كابتن هيثم السعيد وتحليل كامل بالارقام والاحصائيات لمباراه الاهلي والاتحاد المقامه ان شاء الله في الثامنه مساء هننقلها لحضراتكم باذن الله. التعليمات الاخيره للكوتش ياسر سعيد او ياسر مبارك للاعبي نادي الاتحاد. الستارتنج لاين اب لنادي الاتحاد يوسف محمد رقم 10 9 يحيى اكرم 1 رامي مجدي وامير مجدي رقم 11 هنشوف بس نتاكد منهم دلوقتي ثاني. وادي التعليمات الاخيره للكوتش محمد اشرف توفيق. عمر عصام عبد الحميد عمر موفق ياسين عبده ابراهيم محمد ومحمد طارق خيري المفروض عليه في الكوارتر الثاني رقابه لصيقه جدا من قبل نادي الاتحاد. امير مجدي ورامي مجدي وهشام عبد السلام اللي معاه الكوره وايضا يحيى اكرم والاخير يوسف محمد. بدأت أحداث الكوارتر الثالث. يوسف محمد والمان تو مان نادي الأهلي وخطأ شخصي وفاول على نادي الاتحاد. لا مش خطأ شخصي وفاول لا ده واضح إن الحيازة الحيازة أهلاوية. بداية الكوارتر الثالث الحيازة فيه أهلاوية.
عمر موفق يستلم، سيطر على الكره كده لكن في الاخير يقطعها على طول امير مجدي، رامي مجدي، وبتطلع اوتسايد لصالح نادي هلا. خيري يسلم على طول لموفق، موفق لياسين عبده، ياسين لمحمد خيري مره ثانيه تحت الباسكت، عمر موفق لكن في الاخير تخبط في ايد لاعب نادي الاتحاد رامي مجدي وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، ياسين عبده على الاوتسايد، هيطلع الاوتسايد يسلم محمد خيري، محمد خيري واولى الثلاثيات لكن لا ينجح في التسجيل، ياسين عبده ديفنسيف اوفنسيف ريباوند ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي تجاه هشام عبد السلام لاعب نادي الاتحاد رقم 6 هشام عبد السلام والاوتسايد اهلاوي. 9 دقائق 43 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ياسين هيطلع الاوت، يسلم على طول لمحمد خيري، خيري لياسين السكيب باس زون ديفنس نادي الاتحاد 2 3 ياسين مره ثانيه يسلم على هاي بوست كده والهاي لو لعصام في الباك لاب ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق هشام عبد السلام يسلم ليوسف محمد، يوسف مان تو مان لازال النادي الاهلي، رامي مجدي، رامي يبحث عن الثلاثيه شاط على الاوبن شوت لا ينجح في التسجيل، عمر عصام ديفنسيف ريباوند يسلم على طول لمحمد خيري، محمد خيري في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه، خيري لسه خيري لعمر موفق هاند اوف على طول مع ابراهيم محمد مان تو مان نادي الاتحاد لخيري مره ثانيه هيسلم لموفق السكيب باس حلوه قوي لعمر عصام، عمر في الميديا شوت ما ينجحش في التسجيل، ابراهيم يلعب لازم يشوط دلوقتي، لازم يشوط دلوقتي، لازم يشوط دلوقتي، زي ما قلت كان متبقي ثلاث ثواني على انتهاء زمن الهجمه، ابراهيم ما سمعش ان لازم يشوط دلوقتي فعلى طول مخالفه ال 24 ثانيه يخرج هشام عبد السلام لاعب نادي الاتحاد وينزل مكانه عبد الرحمن محمد رقم 55. يوسف محمد استلم الكرة في بداية الهجمة، يوسف في بداية الهجمة ياخد السكرين من أمير مجدي، أمير يسلم لعبد الرحمن تحت الباسكت في الوان اون وان يلف ويرتكز ويروح بشماله يوصل ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. أولى نقاط أحداث الكوارتر الثالث، عمر موفق لياسين عبده السكرينات لمحمد خيري، خيري يسلم عمر موفق تحت الباسكت، عمر يطلع اللقطة لابراهيم محمد بالفلوتر شوت ما ينجحش في التسجيل، توصل لعمر عصام اللي ما بينجحش ايضا في التسجيل لابراهيم محمد للمره الثانيه ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي، ابراهيم محمد رقم 44 والتو شوتس لصالح النادي الاهلي، الفاول والخطا الشخصي على رامي مجدي رقم 1. 8 دقائق 15 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. حوار جانبي ما بين الكابتن هشام سعيد الكوتش هشام سعيد والكابتن احمد شحاته والتو شوتس والفري ثرو الاول لابراهيم محمد. فري ثرو اول ورميه حره اولى لابراهيم محمد. فري ثرو تاني ينجح في التسجيل، يوسف محمد في بداية الهجمة من نادي الاتحاد يسلم على طول ليحيى أكرم لعبد الرحمن محمد لرامي مجدي على الأوبن شوت شوت ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر عصام أو الصاصة على طول بيسلم لمحمد خيري، خيري في بداية الهجمة محمد خيري يسلم على طول لياسين عبده، ياسين عنده سبيس يقدر يلعب فيه 1 اون 1 ياسين لكن تراجع كده وروح شاط على الاوبن شوت 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل، على طول يلم امير مجدي يسلم ليوسف محمد في بدايه الهجمه، يوسف يمنع الاهلي الترانزيشن ديفنس الاوفنس انه يتحول الى فاست بيك، عبد الرحمن محمد يستلم الكره حاول يلعب في ال 1 1 يسلم على طول لرامي مجدي تحت الباسكت لامير مجدي اخوه يلف ويرتكز بشماله ويروح يوصل لكن لا ينجح في التسجيل، في الاخير ديفنسيف ريباوند حاضر على طول من عمر موفق لكن يعترض فاول خطا شخصي رقم 1 رامي مجدي. اوتسايد اهلاوي يخرج ابراهيم محمد وينزل عمر حاتم في تغيير كبير كوتش محمد اشرف
قبل هذه المباراة، أقيمت مباراة تانية ل 18 سنة شباب ما بين سموحة وسبورتن، استطاع سموحة المباراة التانية على التوالي الفوز على سبورتن بنتيجة 63-50. تحت الباسكت على طول عمر موفق يروح على الباسكت لكن لا ينجح في التسجيل، الصاصة يلم مرة تانية ما ينجحش أيضا في التسجيل، عبد الرحمن ديفنسيف ريباوند وينجح في الحصول على الكرة، تروح على طول الكرة ليوسف محمد ياخد السكرين من امير مجدي، يوسف فلوتر شوت يروح يوصل ما ينجحش في التسجيل، عمر عصام على طول ديفنسيف ريباوند لمحمد خيري في الاول زاوية، لسه محمد يسلم على طول ياسين عبده، ياسين فيك رائع يروح لكن هنا في بلوك شوت من امير مجدي، تروح على طول الكره ليوسف محمد عطاله عبد الرحمن، يوصل عبد الرحمن بيمينه عبد الرحمن نجح في التسجيل، عبد الرحمن ينجح في التسجيل نقطتين كمان عبد الرحمن محمد، ده الفارق الى نقطتين لصالح الاهلي والاهلاوي. عمر حاتم بالهاند اوف كده على طول مع محمد خيري، محمد لسه الكره مع محمد تخبط في ايد يحيى اكرم وبتطلع اوتسايد لصالح النادي، اوتسايد اهلاوي عمر موفق يستلم في البيز لاين يلف بالفيدوي يشوط لكن ما ينجحش في التسجيل، يحاول معاها كده عمر عصام لكن في الاخير توصل توصل الى امير مجدي، امير يسلم ليوسف محمد في بدايه الهجمه، يوسف يسلم على طول ليحيى اكرم، عبد الرحمن يقلب الملعب لرامي مجدي، رامي يوسف محمد اللي طالع من السكرين يقف ويشوط في الميديم شوت ما ينجحش في التسجيل، عمر حاتم معاها كده لكن في الاخير امير مجدي، هنا الجامبول والحيازه لصالح نادي الاتحاد، عافر معاها كده عمر حاتم مع امير مجدي ينجح في ان الكره تبقى جامبول والحيازه للاتحاد، و14 ثانيه جديده لزمن الهجمه 38-36 لصالح النادي الاهلي. تحذير من الكابتن احمد شحاته ليوسف و او ياسين عبده عفوا ورامي مجدي، والاوتسايد عبد الرحمن محمد بيسلم لامير مجدي اللي بيلف ويطلع كيك اوت على طول ليحيى اكرم، بيلعب 1 اون 1 ويروح من البيز لاين يوصل ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر عصام بالفص بريك، عمر لسه في الاول زاوية، عمر خلص عمر لكن في الاخير نجح على الحصول على فاول وخطا شخصي من رامي مجدي وتو شوتس لعمر عصام عبد الحميد. عمر عصام والفري ثرو الاول. كوتش ياسر سعيد والكابتن عبد العليم محمود في حوار جانبي، والفري ثرو الاول لعمر عصام ينجح في التسجيل. 5 دقائق 37 ثانية. تقدم النادي الاهلي بفارق 3 نقاط. فري ثرو تاني لا يسجل لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمر موفق، فاول وخطا شخصي على عمر موفق. اوتسايد لنادي الاتحاد، تقدم النادي الاهلي بفرق 3 نقاط. خرج امير مجدي رقم 11، هنشوف مين نازل مكانه، يوسف هيطلع الاوت ويسلم لعبد الرحمن على طول ياخد الهاند اوف مع يوسف، عدى يوسف ده قبل الثمان ثواني يسلم لعبد الرحمن محمد، استلم على طول يحيى اكرم تحت الباسكت امير مجدي بيحاول يلعب 1 اون 1 يلف ويرتكز، عمر عصام مش سايبه بشماله راح لكن ما ينجحش في التسجيل، محمد خيري على طول ديفنسيف ريباوند، خيري يقلب على طول لعصام اللي قطع له، راح عصام بيمينه عصام ما ينجحش في التسجيل، يلم عبد الرحمن محمد على طول ويسلم بدوره الى هشام عبد السلام او عفوا يوسف هيثم، يطلع كيك اوت يستلم عبد الرحمن بشماله يروح يطلع كيك اوت مره ثانيه ليحيى اكرم، يوسف محمد في الدرايف 1 اون 1 ما ينجحش في التسجيل، امير مجدي ينجح في السكند شانس وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد، يعدي النتيجه الى فرق النقطه لصالح الاهلي والاهلاويه 39-38. محمد خيري في بدايه الهجمه عمر موفق، عمر في الدرايف 1 على 1 هيروح بالفلوتر شوت ما ينجحش في التسجيل، اللي معه مره ثانيه حاول يطلع لكن المره دي اتخطف منه على طول عن طريق يوسف محمد، على طول في الاخير يوسف محمد لكن لسه حاضر من ياسين عبده اللي بيسلم لعمر عصام في ال1 اون 1 يقلب الكوره لكن يحيى اكرم في الستيل كان موجود، هجمه كده للاهلي
مش سريعة، تنتهي في الأخير نادي الاتحاد، تصل إلى ياسين عبده اللي بيحسم على طول الكرة لصالحه ويعمل الستيل. يخطف الكرة كده ويبدأ الهجمة، عمر موفق قطع له محمد خيري في البيس لاين، محمد خيري بيهوش يروح الناحية التانية، لكن في الأخير يعمل فاول كده أمير مجدي، بذكاء محمد خيري ينجح في الحصول على فاول وخطأ شخصي لصالح النادي الأهلي. فاول وخطأ شخصي على أمير مجدي. يعود أحمد فادي هاني مرة تانية لأرض الملعب، تعليمات كده من مدربي نادي الاتحاد لهشام عبد السلام. وتو شوتس لصالح محمد خيري. 3 دقائق 54 ثانية أعزائي المشاهدين على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث، تقدم النادي الأهلي بفارق النقطة. فكر حضراتكم المباراة السابقة 79-57 لصالح النادي الأهلي، والفري ثرو الأول لمحمد خيري ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لخيري. يسجل يلم على طول يوسف محمد في ديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه يوسف زون ديفنس النادي الاهلي، يسلم على طول لاحمد عصام اللي رجع تاني من ارض الملعب، باصات سريعه تنتهي عند عبد الرحمن للستيل حاضر على طول من ياسين عبده، ياسين يقلب الملعب على طول لمحمد خيري، خيري يعدي من الميدل، خيري لف وارتكس بشماله راح، لكن في الاخير فاول وخطا شخصي على يحيى اكرم رقم 9. خيري استطاع الحصول الهجمة الثانية على خطأ شخصي ورميتين حرتين أو تو شوتس لصالح نادي الأهلي. محمد خيري على التو شوتس أو على الفري ثرو الأول. فري ثرو أول لمحمد خيري. لا يسجل. فري ثرو تاني، نقطتين هو الفارق لصالح نادي الاهلي. فري ثرو تاني لا يسجل ايضا، ما زلنا في لغز الرميات الحره والفري ثرو. لما على طول نادي الاتحاد يقلب النادي الاهلي زون ديفنس، باصات سريعه عند هشام عبد السلام، هشام يسلم لاحمد عصام تحت الباسكت، قطع له على طول عبد الرحمن اللي بيعلق الكوره وبينجح في تسجيل نقطتين وياتي معها التعادل لصالح نادي او عفوا التعادل للفريقين. تعود المباراه مره ثانيه الى نقطه صفر. ياسين عبده في الدرايف واحد على واحد، يوصل ياسين فلوتر شوت، ياسين ما ينجحش يلم مره ثانيه، فلوتر شوت مره ثانيه ما ينجحش ايضا. احمد فادي سكند شانس يروح على الباسكت لكن لا يسجل، على طول يوسف محمد يقلب الملعب لهشام عبد السلام اللي بيروح على الباسكت 1-on-1 ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول خيري. لازم هنا الانهاء الهجمات يتم سريعا، وبالتاكيد عمر حاتم اوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط لصالح النادي الاهلي، يجعل التقدم اهلاوي للثلاث نقاط عن طريق عمر حاتم. عبد الرحمن يسلم ليوسف محمد، هشام عبد السلام، يوسف يهوش كده ويطلع كيك اوت على طول ليوسف هيثم مره ثانيه، السكيب باص الناحيه الثانيه لعبد السلام اللي بيروح، لكن بلوك معمول من احمد فادي هاني رائع، سلم له عمر حاتم، عمر حاتم في الون اون وان يلف ويرتكز لاحمد فادي في الباور لياب ينجح في تسجيل نقطتين يعلي الفارق الى 5 نقاط يستعيد بهم الاهلي الرياضه مره اخرى. على طول كوتش هشام سعيد يحصل على فاول وخطا على تايم اوت، عفوا تايم اوت يحصل عليه كابتن هشام سعيد. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالقعده.
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش هشام سعيد المدير الفني لنادي الاتحاد. تقدم النادي الاهلي بفارق الخمس نقاط 45-40 متبقي دقيقتين 14 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. تغيير في الاخير لنادي الاتحاد يخرج يوسف هيثم شايفين نزل مكانه. احمد عصام في بداية الهجمة يسلم على طول ليوسف محمد. هشام عبد السلام. مان تو مان النادي الاهلي. يسلم لاحمد عصام اللي نزل مكانه رقم 7 مهاب رفعت. عود المباراة. هشام عبد السلام يطلع ليوسف محمد ضغط النادي الاهلي مش بدي فرصة لحد. يوسف يسلم في البيك اند رول لاحمد عصام يلف ويرتكز يروح باليمينه بالهوك لكن ما ينجحش في التسجيل. على طول يلم ياسين عبده ويسلم لعمر محمد خيري الباونس باص روعه لعمر حاتم يروح لكن ما ينجحش في التسجيل. احمد عصام ديفنسيف ريباوند على طول يلم الكره ويبدا الهجمه ويسلم ليوسف محمد يبدا السيت بلاي لنادي الاتحاد. يقلب الملعب على طول لاحمد عصام لمهاب رفعت. مهاب لسه معاه الكره يسلم لعبد الرحمن. اخر سنتين في زمن الهجمه شوت مهاب رفعت مع الاوبن شوت لكن في الاخير اوتسايد واير بول وجود ديفنس زي ما كوتش محمد اشرف كده بيشجع لعيبته. دفاع قوي من النادي الاهلي تاتي معه تيرن اوفر و24 ثانيه على نادي الاتحاد. محمد خيري في بدايه الهجمه خيري لسه خيري كان سكرين عمر عصام يقلب على طول ياسين عبده ياسين في الدرايف واحد على واحد باك سبين كده ويطلع الكيك اوت لعمر حاتم. عمر حاتم يطلع الكيك اوت مره ثانيه لاحمد فادي. عمر عصام على الميديم شوت استخدم اللوحه ما ينجحش في التسجيل يلم يوسف محمد على طول ويقلب الملعب ليه مهاب يحيى اكرم ويستلم مره ثانيه. عبد الرحمن بالهاند اوف على طول مع هشام عبد السلام هاند اوف مره ثانيه مع يوسف محمد يعمل الدرايف التغيير الاتجاهات اليورو ستيب ما ينجحش في التسجيل يلم على طول محمد خيري يبدا على طول ويطلع السكيب باس ويروح مع عمر حاتم اللي ينجح في تسجيل نقطتين مع الثواني الاخيره اخر 30 ثانيه في عمره وزمن احداث الكوارتر الثالث. تقدم اهلاوي بفارق السبع نقاط 25 سنه متبقيه اعزائي المشاهدين فقط على قناه النادي الاهلي مباراه الشباب دوري نصف نهائي دوري المرتبط للشباب والرجال 23-24. مهاب رفعت يسلم لاحمد عصام. عصام على الاوبن شوت في الثواني واللحظات الاخيره من زمن الهجمه لا ينجح في التسجيل. محمد خيري على طول ديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه اخر ثانيتين لسه خيري. خيري بيفنش بثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل عشان تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي 47-40 سبع نقاط هو الفارق اعزائي المشاهدين. نروح فيهم خلالهم في استراحة دقيقتين ما بين الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع ونعود إليكم سريعا بإذن الله. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين لبداية الفصل الأخير والكوارتر الرابع في نصف نهائي دور المرتبط شباب تحت 18 سنة الأهلي والاتحاد. تقدم النادي الأهلي بنتيجة 47-40 في مع نهاية أحداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث. التعليمات الأخيرة للكوتش محمد أشرف توفيق لا والتعليمات الأخيرة للكوتش هشام سعيد قبل بداية أحداث الكوارتر الرابع. لا تنسوا موعدنا في السابعة والنصف بإذن الله مباراة الأهلي والاتحاد رجال. الأهلي يسعى للتعويض والخطوة نحو الفاينل. استوديو تحليلي الساعة السابعة والنصف مع الكابتن هيثم السعيد وكابتننا الكبار كابتن محمد سلعوة وكابتن نبيل بخيت. الستارت لاين أب للنادي الأهلي أحمد فادي هاني عمر عصام عمر حاتم محمد طارق خيري وياسين عبده. اما الستارت لاين اب لنادي الاتحاد احمد عصام ويحيى وعبد الرحمن محمد ورقم 8 يوسف هيثم رقم 7 مهاب رفعت واخيرا رقم 10 يوسف محمد. بدايه احداث الفتره الرابعه والكوارتر الرابع والحيازه اهلاويه. اوتسايد لصالح الاهلي الحيازه الاهلاويه. محمد خيري في بدايه الهجمه يسلم لياسين عبده دفاع مان كمان نادي الاتحاد. الهاند اوف مع احمد فادي. فادي في الدرايف واحد على واحد يهوش ويروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل يلم على طول يوسف محمد من نادي الاتحاد.
يقلب الملعب على طول لمهاب رفعت على اوبن شوت، مهاب لا يسجل، يلم على طول عمر عصام، لكن احمد عصام هو اللي يلم ويروح على الباسكت، لكن محمد خيري ارتكب فاول وخطأ شخصي ورميتين حرتين تو شوتس لاحمد عصام لاعب نادي الاتحاد. فري ثرو اول لاحمد عصام لاعب نادي الاتحاد ينجح في التسجيل، ده الفارق الى 6 نقاط 41-47. فري ثرو ثاني ينجح ايضا في التسجيل، ده الفارق الى 5 نقاط 47-42. خيري في بدايه الهجمه، خيري يسلم لعمر حاتم، ياسين عبده، خيري في البيز لاين يسال يرجع تاني لعمر حاتم، باصات سريعه اخر 3 ثواني لازم الاهلي يشوط دلوقتي، عمر حاتم يروح ويوصل وينجح في التسجيل مع البازر بيتر، اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع عن طريق عمر حاتم مع البازر بيتر ينجح في التسجيل، يوسع الفارق مره ثانيه الى 7 نقاط. احمد عصام يلف ويرتكز، استخدم اللوحه، يرد على طول رد سريع بنقطتين كمان، ده الفارق الى 49-44. خيري في تنفيذ هجمه الاهلي يسلم على طول لاحمد فادي، سكرين من عمر عصام يقلب الملعب لياسين، ياسين بالهاند اوف مع خيري، يدور عن الثلاثيه ياسين مره ثانيه، ياسين في الدرايف واحد على واحد، الكيك اوت عند احمد فادي، ينزل عمر عصام اخر 5 ثواني في زمن الهجمه، يروح عمر عصام ما ينجحش في التسجيل، يحاول معاه مره ثانيه لا يسجل مره ثانيه، يسلم على طول نادي الاتحاد ليوسف محمد بوينت جارد نادي الاتحاد في بدايه الهجمه، ده الفارق مره ثانيه الى 5 نقاط. احمد عصام مع مهاب رفعت يسلم ليوسف محمد مره ثانيه، يوسف بالهاند اوف مع هشام عبد السلام في الدرايف واحد على واحد، كيك اوت على طول من عبد الرحمن لمهاب رفعت بالهاند اوف، ياخد الكره لاحمد عصام بيشوط على اوبن شوت لكن اير بول وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي، تقدم اهلاوي بفارق الخمس نقاط 49-44. خيري في بدايه الهجمه سلم على طول لاحمد فادي، مان تو مان لازال نادي الاتحاد، السكرينات لمحمد خيري، قطع له حلو قوي ياسين عبده، توصل في الاخير لعمر عصام، عمر بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين كمان، عمر عصام يوسع الفارق الى 7 نقاط 51-44. زون ديفنس النادي الاهلي 2-3، دفاع المنطقه عدى يوسف يسلم على طول لمهاب رفعت، مهاب يقلب الملعب لهشام على الهاي بوست، باصات سريعه تنتهي عند يوسف بالثري بوينت الاوبن شوت ما ينجحش في التسجيل، احمد فادي واحمد عصام ينجح في الاخير احمد عصام في الحصول عليها في الديفنسيف الاوفنسيف ريباوند ويعقبها على طول 3 بوينت من البيز لاين ينجح في تسجيلها احمد عصام، ودي الفارق الى 51-47 لصالح الاهلي والاهلاويه. احمد فادي لياسين لمحمد خيري، خيري لعمر عصام في ال 1 اون 1، عمر عصام من البيز لاين يحاول يلعب يروح يوصل ينجح في تسجيل نقطتين كمان بمنتهى السهوله، عمر عصام عبد الحميد عشان يوسع الفارق مرة ثانية إلى 53-47. عبد الرحمن محمد يتعمل للسيل حلو قوي من عمر حاتم، عمر حاتم في الأول زاوية راح وصل ما سجلش، محمد خيري كان وراه على طول في السكند شوت أو الفولو ينجح في تسجيل نقطتين مرة ثانية. مهاب رفعت لنادي الاتحاد، لسه الأهلي زون ديفنس 2-3، عبد الرحمن على الهاي بوست، هشام باصات سريعة من نادي الاتحاد لهشام مرة ثانية اللي بيعمل الاختراقات والترن اوفر والباد باص يلاقيها على طول عمر حاتم في الاول زاوية، عمر والان سبورتس مان لايك فاول على يوسف محمد، ان سبورتس مان لايك فاول كما احتسبه الكابتن احمد شحاتة على يوسف محمد، يخرج عبد الرحمن وينزل رامي مجدي لاعب نادي الاتحاد اللي قدام حضراتكم، والان سبورتس مان لايك فاول على يوسف محمد. حوار ما بين الكابتن هشام سعيد الكوتش هشام سعيد المدير الفني الكابتن احمد شحاته، فري ثرو اول ليه عمر حاتم ينجح في التسجيل. Thank you.
فري ثرو تاني لعمر حاتم ينجح ايضا في التسديد. اوت سايد اهلاوي. الملعب واقف واضح ان في حاجه، هل هو تغيير ولا خروج الملعب الكره من حد نهائي او في تحذير كده من كابتن احمد شحاته وعمر حاتم. هيسلم كابتن احمد شحاته الكره ل طارق عمر محمد طارق 14 ثانيه بيبلغ بيها الكابتن احمد شحاته ترابيزه الحكام. هي زمن الهجمه زون ديفنس نادي او بوكس. وادي باص سريع من احمد فادي اللي بيسلم على طول لياسين عبده ما بينجحش في التسجيل على طول. عمر عصام من اعلى نقطه ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي 59-47 ارتفع الفرق الى 12 نقطه. امير رامي مجدي يسلم على طول ليحيى اكرم هاند اوف مع احمد عصام. احمد عصام يهوش كده ويحاول يوصل لكن في الاخير فاول وخطا شخصي على عمر عصام عبد الحميد. عمر عصام عبد الحميد رقم 35 فاول وخطا شخصي وتو شوتس لاحمد عصام. فري ثرو اول لاحمد عصام لا يسجل. فري ثرو ثاني على تنفيذه ايضا احمد عصام. ينجح في التسجيل. بدايه الهجمه عند محمد طارق خيري. ده الفارق الى 11 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. ياسين عبده يبحث عن محمد خيري. محمد من البيز لاين على الاوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. عمر عصام يحاول معاها لكن في الاخير احمد عصام هو اللي ينجح في الريباوند. يقطع الستيل على طول لكن تروح الكره لمهاب رفعت. مهاب لرامي يقلب الملعب ليوسف محمد يهوش كده ويسلم لمهاب رفعت مره ثانيه. مهاب في الون اون وان لكن قرر انه يشوط على الاوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. تروح الكره على طول لمحمد خيري في الديفنسيف ريباوند. الفاص بريك خيري يهدى على خيري ويلعب السيد بلاي. لسه خيري. انتصاف احداث الكوارتر الرابع وتبقى خمس دقائق على نهايته. عمر حاتم ياخد سكرين ويعدي درايف عمر لكن في الاخير يحصل على فاول وخطا شخصي لعمر حاتم. اوتسايد اهلاوي 59-48 خمس دقائق 14 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. عمر حاتم لأحمد فادي اللي بيعمل تراي أولى وتراي ثانية ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ويسلم لهشام عبد السلام أو يوسف هيثم عفوا لأحمد عصام. هندوف على طول مع يوسف محمد. يوسف قلب النادي الأهلي مان تو مان يسلم لأحمد عصام. عصام لمهاب رفعت لا لسه الكره مع عصام لرامي مجدي تحت الباسكت اللي بيلف ويرتكز لكن دفاعات الاهلي قويه عن طريق ياسين عبده. حاول يقطع الكره كده احمد فادي لكن في الاخير لاست تاتش على احمد فادي والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. كوتش محمد اشرف واعطاء التعليمات دائما للاعبينه. يمكن سبورتن وسموحه في الفريق الاول هيلاقوا بعض بعد هذه المباراه. لو فاز سبورتنج خلاص تأهل بقى اصبح الطرف الاول في النهائي. نشوف الكره دي احمد عصام في الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل زي ما قلت لحضراتكم. لو سبورتنج فاز في الكبار خلاص يصل الى النهائي. احمد فاديان يتولى تدريب نادي سبورتنج هو الكوتش اشرف توفيق والد كابتن محمد اشرف توفيق. عمر حاتم في الفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. بدايه الهجمه لنادي الاتحاد عن طريق يوسف محمد. يوسف في الدرايف يوسف واحد على واحد يصل في الاخير ينجح في تسجيل نقطتين ومعهم اند وان وخطا شخصي على عمر حاتم اللي بيتلقى يعني تعليمات كده من كابتن محمد اشرف يعني ازاي يعدي منك بالسهوله دي. زي ما احنا شايفين الحوار الدائر ما بينهم والاند وان ليوسف محمد. ريس رو اند وان ليوسف محمد. ينجح في التسجيل.
ده الفرق الى 10 نقاط. محمد خيري. خيري. هندوف مع عمر حاتم. هندوف مره ثانيه مع احمد فادي. يسلم لخيري، خيري اوبن شوت 3 بوينت لكن لا يسجل على طول. احمد عصام ديفنسيف ريباوند اقل من 4 دقائق. اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه، يوسف محمد الاهلي مان تو مان لمهاب رفعت. قطع له على طول. يحيى اكرم يسلم لمهاب رفعت مره ثانيه. اخر 5 ثواني في زمن الهجمه. مهاب حاول يعدي في الون وان، ياسين عبده مش سايبه. كره كده اير بول لكن تلمس اللاين وبتطلع اوتسايد لصالح الاهلي والاهلاوي. اوتسايد اهلاوي. 10 نقاط هو الفارق. 3 دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. خيري لعمر حاتم اوبن شوت على 3 بوينت. عمر حاتم لا يسجل على طول. احمد عصام ديفنسيف ريباوند ويسلم ليوسف محمد. يبدا الهجمه يوسف. من تو من لازال النادي الاهلي. ليحيى اكرم ليوسف مره ثانيه. الضغط المره دي على رامي مجدي. وادي البيك اند رول مع احمد عصام اللي بيصل لكن لا ينجح في التسجيل. محمد خيري ديفنسيف ريباوند ولا اروع. فص بريك ولا اجمل لياسين عبده. يهدى ياسين. يسلم على طول لخيري. خيري لاحمد فادي هاني. فادي لكن يطلع كيك اوت لعمر حاتم. عمر حاتم لسه يسيطر على الكوره. عمر حاتم لكن في الاخير فاول وخطا شخصي. هنشوف الفاول على مين. فاول على رقم 9 من نادي الاتحاد يحيى اكرم. فاول وخطا شخصي على يحيى اكرم. اوتسايد اهلاوي. طبعا لا ننسى كل الدعاء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لما يمر بعقه صحيه صعبه. نتمنى له جميعا الشفاء العاجل والعوده مره ثانيه الى اهله وناسه النادي الاهلي وبيته سالم غانم باذن الله. اوتسايد اهلاوي في انتظار يحيى اكرم يربط الحذاء الخاص بيه. منتظر تكفيف ارضيه الملعب. 250 ثانية على انتهاء احداث الكورتر الرابع والمباراة. وتيرن اوفر عن النادي الاهلي والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. باك باص كده. حيازة الاتحاد. يوسف هيثم في بداية الهجمة لنادي الاتحاد. يسلم لاحمد عصام. يحيى اكرم ياخد سكرين من احمد عصام. الكيك اوت على طول عند هشام عبد السلام. يسلم مره ثانيه لرامي مجدي. رامي عايز يشوط شوط فعلا 3 بوينت لكن اير بول واوتسايد لصالح نادي الاهلي. 229 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الفتره الرابعه والكورت الرابع والمباراه. خيري في بدايه الهجمه. بص كده الكوتش اشرف في كل هجمه يقول له هنلعب ايه؟ احمد فادياني لياسين عبد في البيز لاين. خيري يسلم لعمر حاتم. عمر يهوش ويقلب الملعب على طول لاحمد فادي. فادي في الدرايف 1-1 لكن في الاخير في فاول وخطا شخصي على نادي الاتحاد. فاول وخطا شخصي على نادي الاتحاد. 209 ثواني على انتهاء احداث الفترة الرابعة والكورت الرابع والمباراة. خيري هيطلع الاوت. يسلم على طول لفادي. باصات سريعة زون ديفنس 2-3 نادي الاتحاد. ياسين عبده قاطع يسلم لعمر عصام في الباك ليب. عمر عصام لا ينجح في التسجيل. احمد عصام من الاتحاد ديفنسيف ريباوند يسلم ليوسف. يوسف لسه يوسف مع الكرة. من تو مان النادي الاهلي احمد عصام. عصام في الدرايف كيك اوت على طول عند يحيى اكرم. يحيى لسه بيك اند رول مع احمد عصام اللي بينجح في تسجيل بالهوك. نقطتين كمان و2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. 53-61 لصالح النادي الاهلي. احمد فادي هاند اوف كده محمد خيري. محمد خيري في الاوبن شوت 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل. يحاول مع عمر حاتم لكن في الاخير يرتكب فاول عمر حاتم تجاه احمد عصام والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد.
تبقى دقيقة ونص تقريبا على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. 8 نقاط هو الفارق. يوسف محمد بيطلع الاوت كده ويسلم على طول ليوسف هيثم، او عفوا مهاب رفعت. مهاب رفعت لسه، مهاب بيك اند رول مع احمد عصام، يحوش حلو قوي ويروح ويوصل، لكن في الاخير عمر عصام يرتكب معاه خطا شخصي وفاول. 2 شوتس لصالح احمد عصام. رميتين حرتين وتو شوتس، فري ثرو اول لاحمد عصام لاعب نادي الاتحاد، ينجح في التسجيل. يمكن كان في الاعلى افشنسي هو ومحمد طارق خيري في المباراه السابقه، المباراه الاولى كوتش محمد اشرف، وادي فري ثرو ثاني ينجح ايضا في التسجيل. بدايه الهجمه عند محمد الخيري، خلاص الثواني واللحظات الاخيره، اخر دقيقه في عمره احداث الكورت الرابع والمباراه. 6 نقاط هو الفارق. هندوف على طول محمد خيري من ياسين عبده، ياسين لاحمد فادي، فادي في الدرايف 1-1 يوصل فادي لكن لا ينجح في التسجيل. ياسين عبده سكند شانس ولا اروع، ينجح في تسجيل نقطتين في اخر 55 ثانية على الفارق الى 8 نقاط، 63-55. احمد عصام، عصام لسه الكرة مع عصام، دفاع قوم النادي الاهلي. الهاند اوف على طول مع يوسف محمد، يعدي يوسف في الميدل، حاول معاه عمر عصام عبد الحميد انه يعمل بلوك، لكن احمد عصام يعمل السكند شانس ويعل ويسجل نقطتين كمان لصالح النادي الاتحاد. 67-53. خيري لعمر حاتم، هاد سكرين لسه عمر حاتم يسلم لخيري. اخر 20 ثانيه خلاص، فنيا اكلينيكيا انتهت احداث المباراه كده. وادي ياسين عبده اوبن شوت ياسين لكن اير بول، وبتطلع الكره اوت سايد لصالح نادي الاهلي. التايم اوت يطلبه كابتن هشام، 12 ثانيه و6 اجزاء من الثانيه متبقيه على نهايه احداث الكورت الرابع. 6 نقاط هو الفارق. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد. خلاص انتهى التايم اوت اللي طلبه نادي الاتحاد. تبقى 12 ثانيه و6 اجزاء من الثانيه اعزائي المشاهدين. لا تنسوا موعدنا في 7:30 مع الاستوديو التحليلي بقياده الكابتن هيثم والكابتن محمد سلعاوي والكابتن نبيل بخيت. زي ما شايفين حضراتكم كده على الشاشه، 6 نقاط هو الفارق. لابد من الدفعات القويه للاهلي والاهلاويه. اذا فاز الاهلي يتبقى فوز الكبار ان شاء الله اليوم الساعه 8 باذن الله. انتظرونا على قناه النادي الاهلي. من تو من النادي الاهلي؟ هل هيبحث نادي الاتحاد عن الثري بوينت ولا الانسايد ويضغط؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. امير مجدي او رامي مجدي دور على الثري بوينت شوت فعلا لكن لا ينجح في التسجيل. تخبط في لاعبي نادي الاتحاد كده يزقها احمد فادي هاني، تخبط في رجل لاعب نادي الاتحاد وتقول الكره والحيازه لصالح النادي الاهلي. 7 ثواني متبقيه، يضغط نادي الاتحاد. خلاص ارتضى الفريقان فعلا بنتيجه اللقاء اللي انتهت بتفوق النادي الاهلي 63-57. اعزائي المشاهدين، خطوه نحو النهائي ننتظرها تكتمل اليوم ان شاء الله بفوز الكبار ان شاء الله الساعه 8 مساء باذن الله. ادي لقاء الفريقين واعضاء الجهاز، الروح الحلوه الجميله متواجده ان شاء الله.
نجدها اليوم النهارده بفوز النادي الاهلي والتاهل للنهائي. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، مبروك مره ثانيه وثالثه للنادي الاهلي وحظ اوفر لنادي الاتحاد. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباراه الاهلي والاتحاد الفريق الاول. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.